أجهزة كلها إلكترونية، يعني تفتح بالسبعة وقفلت بالستة، وما تقبل أي ورقة اختراع غير اللي دخلن. والجهاز هو اللي يفرز إنه إذا أكو أوراق باطلة أوراق صحيحة وأسماء فما أتصور راح تكون يعني تزوير بها حسب المراكز الانتخابية. يعني إذا مشت يعني مثل ما البارحة اللي شفته أنا قدامي زين، فراح تصير إن شاء الله نزيهة ما بيها تزوير، بس عاد تبقى هم يمهم راح يبقوها ما يتلاعبون بيها، هاي بعد تبقى هم وضميرهم. مثل ما شفنا بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أكو أكثر من جهة بدأت تدخل بنتائج الانتخابات وتغير المصالح الخاصة، وأكيد أكيد الشفافية غير موجودة بانتخاباتنا مع الأسف. انتخابات هاي شفت الأجهزة كلش تقنيتها عالية، وأني رحت انتخبت يعني وشفت كله يعني إلكتروني ومضبوط شفته. يعني أكيد هي تعتبر فطموح بالنسبة للعراقيين في أن تكون نزيهة. العراقيين حاليا يعني يشبثون بكل ما هو جميل. حرامات ما شاركوا الشعب، يعني أنا هاي ظلت بقلبي بدي أقولها، يعني هم زين لقيتكم، يعني هي الانتخابات الوحيدة اللي نزيهة، اللي أتوقعها نزيهة خلينا نقول 90%، مو اللي قبلها يعني حرامات راحت فرصة وراحت. بس نقول بلكي فت 5-6 مقاعد يجون من دول المستقلين يحاولون يغيرون فتشي.